اللي هيجي لي مش انا اللي هروح، لكن انا عمري ما هروح لدكتور او مستشفى او عياده. قرار نهائي عمري ما هتراجع عنه، ايا كان نوع المرض اللي ممكن يجي لي. عرفت اعالج نفسي، عرفت ما عرفتش هتكل على الله، والراحه في الدعاء الروح، فاهلا باي حاجه تحصل. اما هفترض ان انت حسنت النيه تقولي لي روحي سوسي اسناني، ما معناه يعني انا اظبط سناني. بص، بالنسبه لاسناني عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي. انا من 6 سنين ما روحتش لدكتور سنان. اخر مره روحت لدكتور سنان اللي عرفت فيها ان انا عندي سكر، والتراكمي كان 10.8، وهو دكتور سنان قال لي عندك سكر وشال لي ضرسين. وقبلها كنت شايله ضرس هنا وهنا، تقريبا شايله ضرس 3، يعني 3 هنا وواحد هنا. تخيلوا من 6 سنين انا ما شلتش ضرس ولا غسلت سناني بمعجون سنين، الا نادرا نادرا بكون عند اختي او كده يعني. لكن انا بعتني بسناني، اهم حاجه عندي الخيط، الخيط بين السنين. سناني واسعه عن بعضيها عشان انا كان عندي تراجع شديد في اللثه. انا بعمل مساج للثه، وسناني شكلها يعجب ناس او ما يعجبش ناس. فانا مش عشان اعجب الناس احط ايدي تحت ايد دكتور يا عالم بختك يا ابو بخيت. انا مش عايشه في عالم مثالي الناس فيه بتفكر بس اللي نادرا يعني يفكر بضميره. ما ممكن انا زبونه دخلت عنده ما افضل رايحه جايه بقى عليه، والله اعلم ايه اللي هيحصل. طب وليه انا اوفر على نفسي كل ده؟ سناني بهتم بيها بالخيط، بغسلها بالفرشه من غير معجون، ويوم ويوم لا، يومين ورا بعض، ويوم لا بمضمض سناني بزيت جوز الهند، مع مره كركم، مع مره حبه كربوناته. لما عاوزه لمع سناني كل اسبوع وعشر ايام بغسل كربوناته والليمون، وبغسل سناني حلو. وبقالي 6 سنين الحمد لله زي الفل، سناني عجباني. فتخيلي ان انا عشان ابان قدام الناس، حاجه تضحك والله، عشان ابان قدام الناس شكل سناني يعجبهم، انا بقى اضحي بروح للدكتور. اما الدكتور بقى الوحيد اللي هيجي لي، ده مش بمزاجي، ده مش قراري، وانا جثه عشان ادفن لازم يجيبه دكتور يكتب شهاده الوفاه. فهو ده الدكتور الوحيد اللي مش هو، هبقى جثه، مش ماليش راي يعني. ما اقدرش اقول لاخواتي كمان او اقول للقرايبي او اللي هيدفنوني ما تجيبوليش دكتور، مش هدفن، بس كده. فانا بعمل اللي يريحني انا واللي يعجبني انا وعلى مزاجي انا، وما عمري ما هرضي حد. انا طول ما انا مبسوطه، انا مبسوطه وهفضل مبسوطه كده، واسناني كده عجباني قوي زي الفل، بس كده.